ندور الأمل يمشي كويس في البلد، ونتمنى دائما الآفي تجي في البلد مواجهة مع الظروف الحسة أننا عايشينها، والحالة الحسة أننا عايشين فوقها دي حالة شوية صعبة. رئيس عن الجمهورية مات وخلى فراغ كبير في الوطن، وأنا كرديت عشان نبقى بريمير مينيستر حنا الترانزيشن ده، أنا شفت وقاوست وعرفت الخطورة القدام بتجي وشنو أن نقدر نسوي سوا. ومش المان يذكر أخواني، أنا اليوم جيت بقف أمامكم ونقدر نكلم لكم بكل مسؤولية وبكل احترام عشان كلنا كنا نمشي سوا في الأمن والاستقرار عن البلد بجهودكم وجهود حنا كل الشعب التشادي، نقدر نمشي قدام ونقدر نخدم بلدنا ونخلو مننا النارات القبلية اللي هي أصلا ما قد تقدم الأمور قدام. دائما نفكر في الجمهورية، ما نفكر في الأطماع الشخصية، لأن تشاد تخص الجميع وتشاد بتهم الجميع كلهم. عشان ده في بعض من المزهزئين البهرش الناس وبقوموا بسوء كثيرين وبقوموا بسوء العنف، خلي ما نتبعوا السياسة التتلف لنا بلدنا، خلينا نتبعوا سياسة انت السلم والآفية، خلينا نربوا أولادنا عشان يمشوا في الآفية والسلام، ما نربوهم في سياسة انت الأنف. أنهنا اليوم محتاجين للسلام أكثر من أي وقت آخر. عشان ده خليني فكروا في مصلحة هنشات، ما عشان نفكروا في مصالحنا الخاصة ونخلوا مصلحة هنشات. أنهنا قاعدين في وقت، والوقت الحسن أننا قاعدين فوق ده بتطلب مننا جهود وتضافر حنا قوة كلنا كي عشان نقود سوا ونخدم بلدنا ونمرق بلدنا من الهمبول اللي هسه قاعدة فوقها. وأهم من كل ذلك في أن احنا قاعدين فوقها العدالة والمساواة تكون قاعدة، وفي العدالة والمساواة كان قاعدة ده البلد دي دائما تتطور وتمشي قدام.